كاس العالم دايما يعني تسليه ومتعه وتحديات ووقت جميل جدا بنقضيه دايما واحنا بنتفرج على الماتشات، وعشان دايما بقى فيه تحديات برضو ومتعه جوه الملعب فاحنا قررنا يكون فيه تحديات من نوع تاني بره الملعب بمسابقات في المعلومات وحاجات كده ايه تشعل ذاكرتك وتفتكر بيها معلوماتك القديمه. وهنكون معاكم في تحدي المونديال او المجموعه التاسعه اللي في بتاع الفرق اللي ما بتروحش كاس العالم اصلا من الاساس. هيكون عندنا 8 مشتركين هنعرفهم وقت القرعه، هيتقسموا لاربع فرق هيلعبوا بعض بنظام النوك اوت، نص نهائي ثم مباراه نهائيه. بعد كده نبدا نشوف القرعه ونشوف القرعه هتوقع مين من الاربع فرق مع بعض. اول اسمين هيطلعوا هيكونوا في فرقه وهكذا اللي بعد كده، وهنعرف اسماء المشتركين واحد مع واحد. المشترك الاول هو احمد يوسف جو، شوف مين اللي هيكون معاه. عند الورقه ده شويه كده، احمد يوسف هيكون معاه عمر عبد الناصر المحنك. الفريق الثاني اول واحد، الفريق الثاني هيكون احمد فوزي، شوف هيكون مع مين. مع احمد شوقي صلاح. الأربعة اللي فاضلين جوه دي أسماء قوية جدا جدا بصراحة. والاسم الخامس هو محمد المحمودي، خليه بقى هنا كده، هيلاعب هيكون مع أحمد عز الدين. وكده آخر اسمين، أنا عارف مين هم الاسمين بس هم اسمين أقوياء قوي بصراحة. الاسم السابع هو عادل سعد، اللي معاه هيكون دايما محظوظ في قصة المعلومات، وهنحاول نصعب الموضوع على قد 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 ما نقدر يعني. واخيرا الاسم الثامن امير عبد الحليم. يبقى كده المباراه الاولى هتكون ما بين جو عمر عبد الناصر قدام فوزي واحمد شوقي صلاح، الماتش الثاني هيكون احمد عز مع محمد المحمودي قدام امير عبد الحليم وعادل سعد. مباراة جامدة قوي 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 هتتلعب، فخليكم دايما معانا عشان نشوف الحاجات دي كده هتطلع لي المنافسة عاملة ازاي. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. هنلعب خمس العاب. اللعبة الأولانية لعبة معلومات. كل فريق هسأله ثلاث أسئلة أو هقول له ثلاث معلومات فيهم اثنين غلط وواحدة صح. المفروض أنت تعرف مين فيهم المعلومة الصح. هسأل أول فريق شو عمر وبعدين أرجع لفريق فوزي وشوقي. ثلاث معلومات الاولانيين، منتخب الارجنتين هو اكتر منتخب خسر نهائي كاس العالم، ولا البرازيل هي الدوله الوحيده اللي لعبت كل نسخ كاس العالم، ولا في اثنين مدربين في التاريخ كسبوا كاس العالم مرتين؟ البرازيل هي اللي لعبت كل كاس العالم. البرازيل لعبت كل بطولات كاس العالم. اجابه صح. سهله والله. شكرا شكرا. لا اعترض على حاجه. الاول متعترض على حاجه؟ ماشي ماشي ماشي. اتفضل اتفضل. تمام. بالراحه بقى على الهدف. تاني سؤال. اتفضل. ايطاليا كسبت كاس العالم 54، ولا الاتحاد السوفيتي لعب نهائي كاس عالم، ولا البرازيل وايطاليا بس هما اللي كسبوا كاس العالم مرتين ورا بعض؟ البرازيل وايطاليا كسبوا كاس عالم مرتين ورا بعض 34 38، البرازيل 58 62. اجابه صح. مصر شاركت في كاس العالم اكتر من هندوراس، ولا انجولا شاركت في كاس العالم مرتين، ولا منتخب هايتي شارك في كاس العالم قبل كده اصلا؟ انجولا ما شاركتش. انجولا شاركت مره واحده. يا عم ليه وات صوتي ليه؟ ده السؤال هنا احنا لوحدنا. مش عارف هو كده، هو ده الستايل بتاع انجولا. انجولا شاركت مره واحده ماشي اللي هي 2006 ماشي، وهي دي ما شاركتش الوقت. هيتي دي ما شاركتش. استنى بس المعلومه الغلط. خمس ثواني. واحده صح. اربع ثواني. اول معلومه دي. مصر شاركت في كاس العالم اكتر من هندوراس، انجولا شاركت في كاس العالم مرتين، ولا هيتي شاركت في كاس العالم 90 و 2018 مصر شاركت اكتر من هندوراس. اجابه غلط. ليه؟ مصر شاركت ثلاث مرات وهندوراس ثلاث مرات. طب ما منتخب هايتي اكتر منها. المعلومه الصح هي الثلاثه الافارقه اكتر من الثلاثه لا مؤاخذه خلاص بقى خسرنا خلصت خلاص خلاص بقى. الاجابه الصح هي منتخب هايتي شارك في كاس العالم سنه 74. كده 2 من 3. كده 2 من 3 ومنهم واحده شوقي اللي جاوبها. ايه ده؟ لا شوقي ما جاوبش معلش. معلش مش عايزين اعتراضات بس الاخ اللي بيعترض ورا باذنك خلاص اقسم له نقطه. ماشي 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 ربنا يسامحك. اطلع بكارت احمر شوقي. الفريق الثاني انت صحصح معاك كده شويه. اتفضل يا باشا. عايزك تركز اهو عشان مش مجاوب. اتفضل. اول سؤال. اتفضل. السنغال بتشارك في كاس العالم للمره الرابعه في تاريخها، ولا جامايكا شاركت مرتين في كاس العالم قبل كده،
ولا قطر هو الفريق الوحيد اللي بيشارك المرة دي لأول مرة في تاريخ كأس العالم من ضمن ال 32 المشاركين في النسخة دي؟ قطر الفريق الوحيد اللي بيشارك في كأس العالم لأول مرة. إجابة صح. ما بدش أتكلم إزاي؟ ايوه عشان واثق فيه. هي السنغال شاركت 2002 و14 ودي 18 يعني. السؤال فاكرينه المعلومه الثانيه ما خدتش بالي منها اصلا. البتاع ده متظبط. همشيه ماشي ماشي. هو ايه يا باشا؟ يا باشا بعد اذنك. يا باشا خش. انا حاسه بيعترض والله من جواه بيعترض. لا خش بيتكلم باحترام بس من جواه بيعترض. مش هفتح بقى. استاذ احمد شوقي صحصح معانا شويه. باشا سبته هو يجاوب. المره دي جت المره الجايه مش هتيجي. عيب عليك. السؤال الثاني. فرنسا لعبت ضد المجر في كاس العالم 78 بتشيرت مخطط ابيض فاخضر، ولا ايطاليا لعبت نهائي كاس العالم 82 بتشيرت ابيض، ولا الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم 90 بتشيرت مخطط ابيض فازرق؟ هو الاخيره دي. هو الاخيره. اجابه غلط. طب مش هتكلم في الخطط قايل لك ولا ايه؟ هو ايه اللي مخطط وبرافو يا كابتن انت مش الوان هو قال لي الاجابه. يا عم انا بس نظاره اصلا. ايه يا عم ده؟ منتخب كوبا لعب كاس عالم 38، ولا المانيا غابت عن المشاركه في كاس العالم مره واحده، ولا انجلترا ما غابتش عن كاس العالم من سنه 82؟ كاس العالم 38. معلش يا باشا الاجابه دي متسربه من قبل الحلقه. الاجابه دي متسربه من قبل الحلقه. حصل الاجابه دي اتقالت قبل الصراحه. حصل اصلا الورق طلع. انا بص الورق طلع زي ما هو. خدت اول ورقه. لا 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 السؤال ده اتسال اصلا. الاجابه دي ثالث. اقول لك ايه، معاك رقم الفيفا انت شفت ابعتها لهم. ناصر ناصر صباح الفل. صباح بقى الثانيه نتائج الماتشات. يعني حكايه تعادلنا. اه كده كان الفقره الاولانيه تعادل 2 من 3 و2 من 3 كده. مش هنطلع مال. هي اصلا طب حلو قوي. خلاص عايزين ايه ثاني باشا؟ احنا ماشيين كده. انا التارجت ماشيين فوضات يا مصري. والله انا الدنيا هتمشي. الدنيا حلو. احنا عايزين ايه ثاني؟ المسابقه الثانيه نتائج ماتشات. ابدا بيهم اتفضل. هنمشيها واحد واحد عشان زي ما انت قلت في الفقره. همشي سؤال هنا وبعدين سؤال هنا. ماشي. الاول فريق جو عمر. البرازيل لعبت تركيا مرتين في 98 في 2002. أيوة. مره في دور المجموعات. صح. ومره في السيمي فاينل. مظبوط. نتيجه ماتش دور المجموعات كانت كام؟ 2-1 للبرازيل. لا يا عم لا 2-1 للبرازيل. انا عارف لسه شايف الماتش قبل ما اجي انت. ده السيمي فاينل. 2-1 للبرازيل. ماشي خلاص. اجابه اخيره. ريفالدو حط جون ورونالدو حط جون. ومين حط جون تركيا؟ الواد ده الاصلع اسمه ايه؟ حسن شاش. اجابه صح. شوف اجابه صح. انت يا باشا يا عم انت. ايوه صح يا عم. انت زق معاك كده بس عشان نعمل سخونه كده. ده الراجل مديني اسيست. انا داخل احطها. انا داخل احطها. انا مش هتلاقيني في المسابقه دي. هو عموما يعني لو ما فيش اي يبقى في ثلاث اختيارات عشان. طب ما خلينا في الثلاث اختيارات على طول. لا معلش هو بس ناس جاوبت. تمام 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 تمام. باشا ممكن ناخد بقى نقطتين. انا شايف ناخد نقطتين. لا معلش النظام قواعد ازاي محطوطه. كابتن عامر حسين مش هجاوب. عموما انا ما بدتش. انا ما جاوبتش. انا مش هجاوب. طيب اول سؤال اديني الاختيارات على طول. لا لا اتفضل. المانيا لعبت البرتغال في دور المجموعات سنه 2014. نتيجه الماتش المانيا والبرتغال. لا اله الا الله. لا بفتكر نتائج. ما ينفعش ترد لنا. لا لا واهدى شويه. ايه يا عم انت حكم بديل. هي المانيا كسبت طبعا بس مش فاكر كده. 3-0 4-0 5-0 3-0 3-0 4-0 مش عارف فريق واحد. مش عارف لكم فريق واحد ولا انا بعمل ايه. 4-0 هو انت هم زاد اتفقوا. هي 4 اجابه نهائيه. اه اجابه صح. ايوه انا فاكر هم كسبوه 4-0 في يورو ولا في كاس العالم بتلخبط. انما انا عارف ان 4 دي معلومه سهله. ده انا سهله ده يعني. دي سهله دي ما تجيش من ده. انت سالتني مين اللي جاب الجول. شفت انا السؤال الثاني. اتفضل. في كاس عالم 2010 أوكي. البرتغال حققت اكبر انتصار في تاريخها. انا عارفه ده. على كوريا الشماليه. نتيجه الماتش كانت كام؟ 7-7 قول الاختيارات. مش في اختيارات. ما تقول اختيارات. 7-0 7-1 6-2. انت ايه انت 6-2 دي لسه مقلب. فانت قاعد دلوقتي انا شايفك. 7-1 غلط. اجابه نهائيه. لا مش انا بس يا كابتن. احنا بس شفتوا انا كده. انا مالي ليه قول مشكلتك. قول اللي اختار الثاني جاب عايز بس. 7-0 7-1 6-2. بس استنى على حسب بس ممكن بيوقعنا وقال لنا غلط. ما انا افتكر كانت فاضل 10 ثواني. لا 5 ثواني 3 ثواني 7-0 اجابه صح. اي خدمه يا جدعان. انت ربنا ينتقم منك. انت ربنا ينتقم منك. 100 100 هم كانوا هم كانوا هيقولوها وهيخسروا البطوله اصلا. انا فاكر انا عمال يعني بس يا ريت تردها لنا بس ان شاء الله. يا ابني ده كان لازم علينا نار منك. ابيض هو قلبي الطيب ده. السؤال الثاني بقول لك يا كابتن جورج كرداحه والنبي وانت بتسال السؤال مفيش اجابه ثانيه.
يعني ايه اجابه ثانيه؟ يعني ما تتاكدش على. طب ما انت كنت جاوبت غلط. ما انت كنت هجاوب غلط. ما ليا انا ليا حرام عليك. ما دام هو ده المهم هي دي الكوره. البرازيل في 2006 في دور ال 16 لعبت غانا 3-0 3-0. لا ما دي سهله. 3-0 ايه يا عم؟ ما انا كنت الثانيه برضه بالنسبه لي سهله وعارف انها 7 وقلت لك 3-0. يعني حضرتك اتسالت في 98 رونالدو 2010 رونالدو 0 جولته في 2002 و2006. هات لي اللي بعدها. هات لي اللي بعدها. هات لي بقى 62. انا المره دي مش هساعدك خلي بالك. ماشي استنى بقى عشان اللي جاي ده ضلمه. اه مش عشان جاي سوا كده كده من سوا. لا صح انت كده نضارته بدات تشبر وانا عارف. بص دكتور هندسه انا عارفه. نهائي كاس عالم 74 ماشي بين المانيا وهولندا. ماشي النتيجه كانت كام؟ ده صعب. 2-1 لالمانيا. المانيا 2-1 لالمانيا. اتفقتوا؟ استنى ما تقول لا يا عم ما تخلص. انت متسرع ليه؟ انت وراك حاجه. مفيش سامي المحل اللي هو 30 بعد 30 سنه اللي جابها جابها قدامي. اسمع اسمع خلينا نسمع الاختيارات. هولندا جابت الجون الاول. هولندا جابت الجون الاول. ماشي قول. 7 ثواني. 2-1 المانيا. 6 ثواني. 2-1 هولندا. 1-0 المانيا. 2-1 المانيا. وهولندا جابت الجون الاول بعد كده المانيا جابت جونين. طب ممكن هولندا اللي كسب. انا لا هولندا كسبت ايه دي؟ احنا لو قلنا هولندا اللي كسبت هاخده ونمشي. لو قلنا هولندا اللي كسبت هاخده ونمشي يعني خلاص اقفل الحلقه وروح. لسه بتفرج على الهايلايتس. انا مش ركبتش جول 2-1. اجابه صح. الله اكبر. شكرا يا باشا. ابو كده 40 ثانيه ولا كده؟ لو انت اديتني في النص حضرتك مش عاجبك؟ في وقت في النص يا باشا. مش احنا هيبقى المعامله بالمس؟ الراجل الراجل قالها من غير وقت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هجيب اسئله يا عم. لا سيبك من معلش معلش. عادل سعد اهو. حسبي على صاحبي ابو سيد. والله قدام عيني اهو ماتش السويد وباراجواي 1950. حلو ده. 3-0 حلو ده ما تساله. حلو ده. نهائي كاس العالم 50. حلو ده. سهل قوي. كان ما بين برازيل والاوروغواي. ها. خلص كام؟ قول بقى الاختيارات. انا عايز اختيارات. اقول لك اختيارات شغل بس ستوب واتش. اقول مش عايزك تعرف في السؤال ده. مش عايزك تعرف. ماشي ماشي خلاص. 2-1 اوروجواي. ماشي. 2-1 برازيل. 3-1 برازيل. 2-1 اوروجواي. اجابه صح. لان الاثنين تعادل هيبقى في سؤال عشان حد فيكم لازم يكسب الفقره دي. ليه؟ وسلك ده سؤال سرعه يعني ولا ايه؟ سؤال واحد وسرعه اللي هجاوبه الاول هيكسب. 3-1. سؤال صعب. سؤال صعب. اول مش صعب ماشي. طب لو هم جاوبوا غلط احنا ناخد النقطه؟ لا. حلوه الاستراتيجيه دي بحبها. لا طبعا. لا طبعا. ما اي حاجه. لا طبعا. انت مش جاي. لا طبعا. طب بص اللي جاوب المفروض ما يجاوبش تاني. بص اللي استنى الاختيارات براحتكم يعني. ما حدش جاوب الا لما الاختيارات. اللي جاوب المفروض التاني يبتدي يسال. لو قلنا الماتشات وانت قلت نتيجه وهي غلط هتسكت لحد ما لازم يقول نتيجه. يا جماعه يلا بس تقول الاختيارات ولا لا؟ خلينا الاختيارات ولا لما انا لو قلت واحده غلط ما حصلش غير اثنين. انا هنوسع. هنعمل لك ايه بقى؟ ما هو ما تجاوبش غير انت حاجه متاكد منها. ما تجاوبش اصلا خلاص. هم سيبهم هم اللي يجاوبوا الاول. ممكن جاوب صح. احنا واثقين ان اللي جاوبوا صح يا عم. بعد فين دول ساكتين اللي قاعدين النقطه الرامده ولا؟ طب انت ممكن تسال. اقول لك على حاجه. انت اسال السؤال الاول من غير اختيارات. يلا ماشي. الارجنتين في 86 ايوه كسبت في النهائي ايوه المانيا. جميل. صح. في نص النهائي لعبوا قدام بلجيكا. ماشي. نتيجه الماتش ده كانت كام؟ اتنين صفر. إجابة صح. لسه شايفها قبل ما اخش والله بالمر بالصدفة. الحمد لله. بص انا عارف ان هي مش هو قال لي 1-0. انا عارف ان هي مش 1-0 بس عمال افتكر 2-0 و 2-1. لا معلش افتكرت ان هي 2-1. عايزين تتعادلوا معانا. 2-1 انجلترا. معلش تتعادلوا معانا. معلش معلش. هي بقت كده. خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك. فاكر السلام اللي كان من دي؟ الله يا باشا. ده دايما اقول يا رب يا رب علمني اوطي نفسي ما بتكلمش يا باشا. خلصت الفقره الثالثه. هي فقره اسئله على المنتخبات. خد بقى جنب كده عشان ايه؟ انتوا معديين بقى الحته بتاعتكم. الفقرة التالتة هي فقرة أسئلة عن المنتخبات. كل تيم هيختار منتخب هسأله عنه ثلاث أسئلة. مش ممكن تبدأ بيهم بقى؟ معلش بقى تفرق في ايه يا ابني؟ معلش بقى. ما انت منتخبك غير منتخب. معلش بقى اختار بقى. يلا يا سيدي. ماشي. التفاؤل والتشاؤم وكده. ماشي. ماشي. اختاروا فريق. هنلبس الازرق. اختاروا فريق. اتفضل. تعملوا ايه؟ ايه احنا الاستاد مين؟ ازرق ده اللي هو ايطاليا ولا؟ لا الارجنتين. ايه ايطاليا؟ ايطاليا يا باشا. الارجنتين. الارجنتين ان شاء الله. انا كنت عايز تقول. قول لي بقى اول سؤال. الارجنتين كسبت بلجيكا كام في قبل نهائي كاس العالم؟ ده سؤال مهم. سؤال حلو. طيب سؤال حلو. في تلاعب يا باشا. انا قلت لك في كور سخن او في من الاول اصلا. اتفضل يا باشا. انت براحتك براحتك. تمام. كم مره الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم؟ 78 و86 خدوها. 2014 خسروا النهائي.
يبقى ثلاثة. ثانية ولا أربعة؟ ثانية واحدة ممكن. طب ممكن ممكن هو أنت أصلا بتقول بالإجابات ولا؟ لا مش إجابات، اختيارات. لا ما فيهاش اختيارات؟ تمام. أربعة خلاص، هي أربعة. هو ما دام مش ثلاثة يبقى أربعة، ما تقعدش تجود كتير. أو 90 أربعة. أربعة وتسعين واحد صفر بريمة. الله يخرب بيت. أربعة صفر. هم قالوا على فكرة قالوا ثلاثة من الأول. لازم هو لازم يقول كده في النهاية. طب استنى هفتك يا جدعان بعد إذنكم. بعد إذنكم مش كده، أنا إزاي ما حسبتش يا جدعان؟ بعد إذنكم ثانية واحدة. ثانية واحدة. هي خلاص أربعة أنت يا حبيبي، بعد إذنك ثانية واحدة. والله أربعة. خمس ثواني. أربعة يا عم. يا عم أربعة. إجابة غلط. طب يا ابني اهدى. يا ابني اهدى. دي تحية جاية حيرة. الأرجنتين لعبت نهائي كأس العالم سنة 30. خمسة وسنة 78. بس هم عارفين. طيب خلاص يا خمسة. انا مش راضي اتكلم. انت بقى اللي انت خد بالك من اللعبة على اعصاب. خد بالك من اللعبة على اعصاب. انا سايبه يقول ما تسكت. اصل انا افتكرت المفروض اللي يتكلم خلاص. على فكرة انا كنت المفروض خدت الموضوع على اللي يتكلم خلص. ماشي. طيب تاني سؤال. هتاخد الارجنتين عادي برضه، في اسئلة تانية ليك عادي. تاني سؤال، مين هو اكتر فريق الارجنتين لعبه في تاريخ كاس العالم؟ مفيش اختيارات؟ المكسيك مثلا؟ ده حلو ده. ولعبوا سبع مرات بالمناسبه. ليه ما اخترتش المانيا؟ المكسيك هو دول اللي بيلعبوا عشان انت ما بقاش تخسر الاول. هو مقسمين انت هتاخد المانيا. بص هي المانيا ان شاء الله واحنا ونصيبنا. يعني المانيا المكسيك. المانيا 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 ولا المكسيك؟ المانيا. انت شايف ايه؟ شايف مش المانيا. مش المانيا. اجابه صح. الحمد لله من عند ربنا. دي عند ربنا والله رميتها. اخر سؤال دايما سؤال صعب. يا السؤال اللي فات ده كان سهل. طبعا معروفه. لا بس انت هيك سؤال. في كم لاعب من الارجنتين كسب افضل لاعب في البطوله؟ اثنين، ميسي ومارادونا. ممكن تهدى شويه عشان بس المراره. هي خلاص اثنين، ميسي ومارادونا. اجابه صح. يا عم انت بتفكر ما جابوا غيرهم. تعالوا نسبه ماريو كيمبس كسب جايزه بس مش رسميه. لا جايزه احسن لاعب في مصر كانتش رسميه كده. 2 من 3. اوكي ولا انت لازم تغلط ان شاء الله. مش هناخد منتخب ايه؟ الارجنتين. ليه يا عم؟ اسئله مختلفه. هو فاكر ان هو كده يعني مش هم يعني طبعا. مش مشكله، هيكون في الاسئله. ربنا ينفضنا. برازيل مين يا عم؟ برازيل واسم رقصه سامبا. فينيسيوس جونيور ونيمار بلا رقصه. رقصه سامبا يا باشا. بقولك ايه؟ رقصه سامبا. لا 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 لا. بقولك ايه؟ هنرقصه مع بعض دلوقتي. بس كله. بقول لك ايه؟ برازيل. هو ما تختارش منتخب ملوش تاريخ عشان انت مش هتبقى فاكر ولا انا فاكر. فرنسا. برازيل. فرنسا يا عم. برازيل تاريخ كبير يحكي عليه. قول البرازيل. انا موافق. على الاقل ممكن اجيب سؤالي. نعرف نجاوب اي حاجه يعني. هيقول لك رونالدو في 2006 جاب كام جون؟ استنى بس ده هيقول لك رونالدو في 2006 جاب كام جون؟ 2002. يا عم كنت خاطر انت هتعرف 30 دقيقه لو قعدت بكره. تعرف تعرف ايه بس؟ صلي على النبي. يلا بينا. تعرف والله. بكره. في كم مرة لاعب برازيلي كسب هداف كأس العالم؟ حلو قوي الكلام ده. طب الوقت بس عشان احسب الوقت. استاذنك بجد والله احسب الوقت. ماشي. ايوه لسه ما خلصش كل ده. كل كلمة هزود لهم 10 ثواني. كل حركة هزود لهم 10 ثواني. عشر ثواني. قول قول. تلات. إجابة غلط. أربعة. يا أخي قلت لك أربعة. مين الأربعة؟ اضرب أي أربعة يا أخي. عندك مين رونالدو. رونالدو. ما أنتوا إيه؟ أصل أنا بقول له رونالدو. قال لي بقول له الظهير. قال لي رونالدو. طيب. أيوة ما هو قال لي التاني. إيش هذا؟ والله نفس المعنى. ما هو الراجل ده صح. ما هو أنا بتحارب الراجل براجل مش صح. عندك بليه. لا بيليه ما كسبش هداف كاس العالم. انا متاكد منه. لا ما كسبش كاس العالم. بس جارينشا في المعلومه. جارينشا كسب. انا عارف الظاهره وجارينشا. وادي مين في 50 وانت تزود واحد كده اللي هو ايه 38. اي بالحب معانا يعني. خلاص ليونداس يا عم. اي ليونداس اتزمن على 38. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. السؤال الثاني. كده ضمنا التعادل. سنه 38 كان فيها كاس العالم. ايوه ايه السؤال ده؟ مش كان في حرب عالميه سنه؟ لا ده ممكن تهدى شويه. ممكن تسكت. ما تفضحناش. لا كان في. ايوه عارف انت خلصت من كاس عام 38. ايوه كنت انا مخبي. هم لعبوا كاس عالم في كوبا بس عندهم هناك. أيوة بس عندك انت البرازيل ما راحتش اللي عندك. السؤال الثاني اتفضل. بس على فكره الاسئله دي صعبه بتاعت البرازيل الصراحه. انا لو منكم اعترض ولا اعترضوا وانسحب حق الله. لا ده انا اكسر لكم مكان. السؤال الثاني، قطر 2022 هي المشاركه رقم كام للبرازيل في كاس العالم؟ كل السؤال ده مش ممكن.
يا عم كؤوس عالة كاس من كاس ثانية ثانية دي الدورة الكامل 21 لا يا عم 34 30 يا عم اصبر سيبني عدوهم 31 طب الوقت 50 اليوبيل الذهبي 50 بقوا 35 ثانية كمل ايه اللي 35 ثانية ما خلاص كمش يا باشا ان شاء الله تهزر كلمش يا باشا حلو قوي احنا هنخلص ونرجع لبعض خمس ثواني المشاركة 21 إجابة غلط 22 22 عديت غلط البطولة 23 طب ما عدولتش ليه؟ هو عندهم 21 بطولة فراح قايل المشاركة 21 انت نسيت طب ده 22 ايوه دي انت ازاي يا ابني هم 21 بقول لك انت هتحسب لنا الإجابة دي صح هحسب لك ازاي الإجابة دي صح انا غلبان والله عشان ايه عشان ما حصلش الإجابة دي صح ينفع ماشي يعني وقتك خلص انا غلط طب عايز تسألهم بقى السؤال الثالث او مش عايز خلاص كده بقول لك احسب لهم صح وسقطهم في الحساب السؤال الأخير ليه ملوش لازمه بقى حفظوا كرامتكم حفظوا كرامتكم اعملوا حاجه هسالك سؤال صعب سؤال صعب ايوه مين اكتر لاعب برازيلي لعب ماتشات في كاس العالم مين اكتر لاعب برازيلي لعب ماتشات في كاس العالم اكتر لاعب برازيلي لعب ماتشات مع البرازيل ده السؤال السهل يعني مع النرويج في كاس العالم السؤال السهل ده السؤال السهل بيلي خد لا 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 خلاص خلاص بيلي خد البطوله ثلاث مرات دونجا لعيبه اسمه ودونجا كفو بيلي خد البطوله ثلاث كفو صح كفو انا عارف خلاص افتكرت الاجابه كفو رونالدو يا عم افتكرت الاجابه خلاص كفو عشان كفو هو اللاعب الوحيد اللي لعب من عند البرازيل معلش احنا محتاجين اللي هو الاجابه ال 22 دي بصراحه يعني هتظلمنا بعدين خلي بالك احنا ما قلناش انت ما سالتنيش انت دايما بتسال زي الاستاذ جورج تسال ده جواب نهائي ما عشان كان وقتك خلص خلص يا باشا طب ما تسالش خلاص بقول لك ايه بقول لك ايه روح خدهم منه انت طلعت مش حلو بقى من جوه وكده بقى كده كده بعد اول ثلاث فقرات فريق فوزي كسبان ودعوه اخر فقرتين لازم تكسبهم انا موافق انا عايز لازم تعملوا حاجه ان شاء الله تكون فريق اقعد لي بقى كده كده كم مسابقه خلصت انا اتعادلت 3 من 5 فاضل 2 فاضل 2 جايتين يا عم يتعادلوا يعني اخرهم يتعادلوا معانا لا بالظبط هنتعادلوا هنشوف بقى نكسر التعادل ده ازاي سفلتهم ان شاء الله خلاص تمام النقطه الفقرة الرابعة هي فقرة أسامي اللعيبة، كل واحد هيقول اسم لعيب وحد يرد عليه من الناحية التانية باسم بيبدأ من آخر اسم بس، مفيش أسامي لعيبة أفارقة لعيبة عرب ولا لعيبة مصريين، الكلام كله في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفارقة تانيين برا العرب. حاضر. فريق فوزي هيبدأ بأن هو الكسبان متقدم اتنين فأبدأ بأول اسم. اسكو. ويلسون. نازاريو دي ليما. لا إيه ده إيه ده إيه ده؟ أيوه نازاريو دي ليما. عمارتي. إيه يعني؟ يانسن طب خلاص نازاريو ايه يا بيه اسمه رونالدو نازاريو داليما رونالدو نازاريو انت جايب اسم اصلا ابوه ما لعبش كوره بقى كده اول غلطه ادي الحمد لله غلطتين الثالثه يبقى النقطه خلصت 1-0 الحمد لله كده واحد كده 1-0 فاضل لنا ايه كام احنا اللي يجيب كام الاول 3 ولا يجيب كام لا غلط ثلاث غلطات يبقى خسر الفقره اوكي ماشي كده دي اول غلطه تمام احنا اللي نبدا ابدا انت بيبيت واو يعني ولي ليبي ايه اساعدوك يا شين ايه نون طيب هو انت بتعرف شيء النون باشا تايم تايم نون هو مره نون طب هو كده لعيبه غير في النون يعني خسرنا الماتش كله عشان النون حضر لك لعيب بالنون الهادي حضر لك لعيب بالنون في دماغك دي مشكلتك نادر السيد قول اي حاجه نيلسون قول اكيد في لاعب اسمه نيلسون مفيش حد اسمه نيلسون يا جماعه كفايه نون بقى ما كفايه نون بقى وبعدين قفشين في النون من دول الحروف كلها اه انت كده هي جالك كده اللي هيبدا يا بن شوقي بتروح لعمر يبقى عمر لعب تاني برضو هي ايوه احنا كسبانين يا باشا انت ما تغلط هعمل لك ايه خلاص انا هخسرهم ثالث جاي يا عم هات المسابقه اللي بعدها انا مش فاضي لكم يا جماعه مش هفضل هنا لغايه الصبح بقى تعبونيش يلا يلا استنى بس كده دورناها على اي حرف باسم النون عشان نخلص بعد اذنكم معلش اعمل سيرش بحرف النون خلاص انا لقيتها ماشي انا هبدا يا جماعه هدوء ماشي نروح يعني نروح دي ماري الفاريز زامورا رونالدو ايوه قال ايه زامورا ايه اللي انا بقوله ده اللي انا بقوله باشا اخسر منه النقطه اصلا كده كده احنا المفروض ناخد الفقره اللي بعدها اللي بعدها ما تتلعبش اصلا يعني خش في الفقره اللي بعدها روح روح في الفقره اللي بعدها
اللعبة الخامسة والأخيرة، اللعبة اللي لازم نكسب فيها فريق عمر وجو عشان نرجع لسؤال سرعة. فريق عمر وجو اختار عمر، وفريق فوزي وشوقي اختار فوزي. اللعبة هي المفروض تخمنوا اللعيب، هتسألوا بعض خمس أسئلة عن اللعيب، كل واحد فيكم قدامه كارت و 24 كارت تانية، هتبدأوا تنزلوا منهم واحدة واحدة حسب الأسئلة. بس الأسئلة ما فيهاش جنسيات، ما ينفعش تسأل عن جنسية اللعيب. انطلقوا. أنا اللي أبدأ؟ ابدأ. اللاعب ده لاتيني؟ اه. أنت بتعمل عملية جراحية. معلش بس أحسن أنزل حد بالغلط. أنت تسوح فيه. مش مهم. عايز تنزل عندي شوية؟ أوروبا. فضل يا عم. فضل يا عم. أسأل أنا السؤال؟ أه اتفضل. كسب كأس عالم؟ أه. مين تاني؟ كل الباقي ده كسب كأس عالم. الباقي ده كل الباقي. أه. حلو حلوي. ثانيه واحده. ده كسب كاس، ده ما كسبش كاس عالم. شفت حبه حلوين اهو. في حد ثاني ما كسبش كاس عالم؟ لا الباقي ده كله كسب. ده ما كسبش كاس عالم. شوف ماشي. روح. بيلعب مهاجم صريح؟ اه مش اه ولا مش شادو سترايكر، مهاجم صريح. اه تمشي. ايه اللي تمشي؟ اه ولا لا؟ اه مهاجم صريح. مهاجم صريح. بيلعب في اي مكان بعد نص الملعب؟ اه كل ال مفيش حاجة تانية. روح. لعب في الدوري الإسباني؟ آه. تقول؟ لا لسه. ماشي. أسأل أنا؟ لاتيني؟ لا. مش لاتيني، يعني أوروبي. لعب في كاس العالم 2002؟ لعب في كاس العالم. رونالدو يا باشا. شكرين طبعا. شكرين جدا. شكرين جدا. مبروك يا شوقي.